أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القصة وما فيها، ونتعرف من خلالها إلى نبتة القات المخدرة الشهيرة في اليمن، زراعتها وتعاطيها وتأثيرها وتكلفتها. ومن أذربيجان نتعرف إلى فن نسج السجاد وأنواعه، خصوصا سجادة قرباغ. أما قصتنا من تركيا فإنها ستذهب للبحث عن السمك التركي المنتشر على موائد 70 دولة. وقبل ختام حلقتنا سنتوقف عند أزمة لبنان منذ عقود، الكهرباء. أهلا بكم. القات هو نبتة مخدرة تنبت في شرق إفريقيا واليمن، ربما ما كان لنا أن نسمع عنها لولا أهل اليمن، السعيد بقاته والحزين بحروبه. هناك حيث يشكل القات عادة اجتماعية متأصلة، معظم الذكور يمضغونه أو بالأحرى يخزنونه في الفم، ونصف النساء يفعلن ذلك أيضا. دعونا نتعرف أكثر مع الزميل عمر الورفي على واقع القات في اليمن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا. على امتداد هذه الحقول الزراعية في همدان شمال غربي العاصمة صنعاء، تزرع أجود أنواع القات، النبتة الأشهر في اليمن منذ مئات السنين. وفي هذه المزرعة يمضي ماجد جل وقته وجهده لضمان أفضل إنتاج من مادة القات، مصدر رزقه الوحيد. زارعنا بالورثة عبر الجذوع، بنحافظ عليها من أجل الورثة الرجال الذي من بعدنا، لأنه مصدر دخل لنا ولهم، وبنحافظ عليها من حيث التراب نتركها ما نسممها السم، لأنه بيضر بالصحة السم. وتشكل الأراضي المزروعة بالقات مصدر الكيف الأول لليمنيين، نصف مساحة الأراضي الزراعية المروية في عموم البلاد. وتطغى زراعته التي تستنزف المياه الجوفية بشكل كبير على جميع المحاصيل الزراعية كالحبوب والفاكهة والخضروات، رغم احتياج الناس الشديد إليها في ظل الفقر والحرب. في البداية أقول نلقات مأساة اليمن. اليمن المساحة المزروعة بالكامل المستثمرة حوالي 1,000,000 هكتار. 1,000,000 هكتار منها 60% أراضي مطرية و40% مروية. 40% في المروية حوالي 400,000 هكتار، منها 170,000 هكتار تزرع قات. وتتعدد أنواع القات وفقا للمناطق التي يزرع فيها والتي تعطيه نكهته الخاصة، وسط حديث عن استخدام مفرط لأكثر من 300 نوعا من السموم والمبيدات المحرمة دوليا في رش أشجاره، مما يزيد من خطورة مادة القات الضارة أصلا على صحة مستهلكيها. يتنافس المزارعون في استصلاح أراضي جديدة لزراعة القات أو ما يسمونه بالذهب الأخضر، بسبب ما تجنيه لهم تجارته من أرباح عالية مقارنة بالمحاصيل الأخرى، فضلا عن إمكانية قطف ثمار أشجاره لمرات عديدة في السنة الواحدة، على عكس المحاصيل المرتبطة بمواسم محددة. بداية الكيف أنك تبدأ تخزن ويكون في الجو ضحك ودعابة ونكات ومن هذا القبيل. طبعا إلى وقت العشاء إلى في الليل يبدأ الكيف، خلاص يبدأ الحافز العقلي يشتغل عندك. العمر هذا تجاتني لجلسات أو مقايل القات في اليمن طقوس عديدة تمتزج بالطرب والنكتة السياسية والاجتماعية، والتي باتت تقليدا يوميا وجزءا اساسيا من حياه المتعاطين له. وبغض النظر عن ظروف الحياه وقسوتها الاقتصاديه والسياسيه، فانه اصبح عرفا في الافراح والاتراح، ومنهم من يخزن حتى اثناء ممارسه عمله بحجه انه مصدر للنشاط. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التي أدرجت مادة القات ضمن المواد المخدرة أن نسبة من يتعاطونه من الذكور في اليمن تصل إلى 90%، فيما تصل نسبة النساء إلى 50%، مؤكدة أن مضغه يتسبب في العديد من الأضرار الصحية علاوة على كونه مادة منشطة.
عادة مضغ القات تؤثر سلبا على الجسم بشكل عام وخصوصا على الفم والأسنان اللي هي تخصصنا. بيكون من أهم الأسباب لسرطان الفم هو تعاطي القات. وبشكل عام في الجسم بشكل عام بيؤثر سلبا عندنا بالتوتر وارتفاع في الضغط، بيؤدي إلى سرطانات في الجهاز الهضمي، ارتفاع انزيمات في الكبد، وكذلك على وظائف الكلى. وتنتشر أسواق بيع القات في أغلب الأحياء والشوارع اليمنية، وتختلف أسعاره وفقا لجودته، حيث تراوح تكلفة تخزين الفرد في اليوم الواحد بين دولار أمريكي وعشرين دولارا للأصناف الرخيصة، فيما تصل تكلفة تخزين نوعية القات الجيدة إلى 100 دولار يوميا. تقول تقارير دولية إن إنفاق اليمنيين على القات يصل إلى أكثر من 400 مليار ريال سنويا، أي ما يقرب من ملياري دولار أمريكي. ورغم ظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد، فإن نسبة كبيرة من غير القادرين على تأمين احتياجاتهم اليومية يتعاطون القات، مما يزيد معاناتهم وحرمانهم. عمر الورفي، تي آر تي عربي، صنعاء. ملامح عمرانية وكتب تاريخية وغير ذلك كلها تحكي قصص الحضارات، لكن في أذربيجان الموضوع مختلف نوعا ما. هناك يحكي السجاد تاريخ حضارة البلاد، وللسجادة الأذربيجانية صفات وخصائص ومدارس وأنواع. أحمد سعيد من هناك ينقل لنا قصة حرفة تميز بها الأذربيجانيون عالميا. حرفة توارثتها الأجيال جيلا بعد آخر. صناعة السجاد في أذربيجان هوية لشعبها. تبدأ النساء بتعلم الحياكة منذ الصغر، لذا من الطبيعي أن تجد فتاة تعلمته وهي في سن 5 من العمر فقط. تعلمت نسج السجاد من جدتي عندما كان عمري 5 سنوات أو 6. كانت جدتي تعمل في النسج وكنت فضولية جدا، وسألتها كيف يتم تطريز هذه السجادة وكيف تنتهي. ثم تعلمت التفاصيل الدقيقة للنسج، إنها وظيفة تتطلب جهداً وأنا أحبها كثيراً. صناعة السجاد تبدأ من رسمة تمهيدية يتم اختيارها توضح شكل وطريقة العقد بداخلها. تكون هذه الرسمة طريقاً للحائكات، وهن يقمن بعملها على نول أفقي أو عمودي. تنسج السجادة بواسطة خيطان الصوف أو القطن أو الحرير المصبوغة بصبغة ألوان طبيعية تستخرج من ثمار الرمان والجوز ومن الزعفران وسواها. فلا يحبذ الكثير هنا استخدام ألوان صناعية. يستغرق العمل على سجادة بعرض 2 متر × 3 شهرا واحدا. يستغرق عمل السجادة بعرض 2 × 3 مدة شهر واحد لعمالنا الذين ينسجون جيداً، ولكن يتم نسج السجاد الأصغر حجماً في 20 يوماً في بعض الأحيان. في اليوم نستطيع أن ننسج بين 7 إلى 9 من السنتيمترات. ورش السجاد تقوم بعمل أنواع وأحجام مختلفة، كل نموذج يمثل منطقة معينة وله رموزه الخاصة وطريقته في الحياكة، وأشهره ما يعرف بسجاد قرباغ. نحن نقوم بنسج سجاد قرباغ وسجاد تبريز، لكن سجادة قرباغ مشهورة جدا. سمك ونمط الألوان يختلفان عن غيرها، تتكون من صوف مصبوغ طبيعيا. نقوم بإعادة نسج الأنماط التي نسجها أجدادنا. حياكة السجاد هنا فن وتقليد أذربيجاني ومحط اهتمام شعبي ورسمي. تقام دورات سنوية للتعريف بهذا الفن الذي ينظر إليه كجزء من تاريخ البلد وثقافته. هناك 9 مجموعات من السجاد في أذربيجان، كل مجموعة تمثل منطقة جغرافية مثل غانجا وكازاخ ونخشوان. ويمكن معرفة أماكن حياكة السجاد عند النظر إلى الألوان الخاصة فيها أو طريقة الحياكة. السجاد الأذربيجاني هو سجاد تقليدي منسوج باليد، وكانت جداتنا وأمهاتنا في مناطق مختلفة يعلمون هذه الأشياء لأطفالهم كتقليد.
سجاد كرباخ له فرق مقارنة بالآخر، فهو مختلف في النمط واللون وطريقة الحياكة، وخيوط السجاد المصنوعة من الصوف والحرير تصبغ بالألوان الطبيعية المأخوذة من نباتات مختلفة، فأعشاب كرباخ غنية جداً، وسجادها يختلف عن المناطق الأخرى في كثافة نسيجه. أما السجاد هنا في باكو فهو مصبوغ بألوان من زهرة الزعفران ومن قشرة الجوز والرمان إلى جميع النباتات المتوفرة، فعندما يتم البحث عن سجادة يتم التعرف على تاريخ تلك المنطقة من خلال الرموز المرسومة داخلها. في العاصمة باكو شيدت السلطات متحفاً خاصاً للسجاد يعتبر هو الأول من نوعه، وصمم على شكل سجادة مطوية. في الداخل تعرض أجمل قطع السجاد، يمكن ملاحظة اللون الأحمر بشكل كبير ويرمز للطاقة وجلب الحظ حسب الاعتقاد. يضم المتحف آلاف القطع، بعضها تاريخي يعود إلى القرن السابع عشر، كما يقدم أدوات قديمة تمثل البدايات الأولى للحياكة واستخدمت منذ قرون عدة. نسج السجاد فن يعتمد على حضارة الشعب التركي. هذا الفن يعتمد على تربية الأغنام، وفي الوقت نفسه هو فن يتم تشكيله اعتمادا على الحضارة البدوية للأتراك. انتشر هذا الفن في أجزاء كثيرة من العالم، أوروبا، أمريكا، وروسيا، وفي كل مكان. زخارف السجاد لدينا مختلفة جدا وترتبط بإيماننا في تاريخنا والتراث الشعبي. يمكننا القول إنك تستطيع رؤية الحضارة التركية في رسومات السجادة، لأنه عندما نرى سجادنا نرى أشكالاً وأنماطاً من الماضي، وهذه الطوابع مهمة لأن أنماطها ترمز إلى التاريخ والدين. يعتبر الراحل لطيف كريموف أبرز أساتذة هذه الحرفة ومؤرخها، حيث افتتح الكثير من مدارس الحياكة في أذربيجان للحفاظ على هذا الإرث، وعرضت منسوجاته في معارض دولية عدة، منها في تركيا وبريطانيا وجورجيا، وخصص له جناح في متحف السجاد الأذربيجاني اعترافا بدوره الكبير في المحافظة على هذا الإرث القومي. كل سجادة هنا ترسم لوحة فنية تروي حكاية عن أزمان مختلفة من تاريخ البلد. حافظت أذربيجان على هذا الفن ونجحت قبل عقد بإدراجه في اليونسكو ضمن التراث العالمي غير المادي. أحمد سعيد، تيارتي عربي، باكو، أذربيجان. تعتبر الولايات التركية على بحر إيجا من الأبرز في صيد الأسماك، خصوصا ولايتي موغلا وأزمير. هناك الأرقام الكبيرة في الإنتاج والأنواع اللذيذة والشهية التي باتت تنتشر على موائد 70 دولة على الأقل. الزميل محمد مجدي يأخذنا في جولة للتعرف على واقع الثروة السمكية في تركيا. في جنوب غرب تركيا تقع ولاية موغلا، إطلالتها الساحلية الممتدة على بحر إيجا جعلت صيد الأسماك مصدر رزق لكثير من أهلها، ووضعتها على رأس الولايات التركية في الثروة السمكية. يمتلك جسور أشق الذي يعمل في صيد الأسماك منذ أكثر من 30 عاماً قارباً متوسط الحجم، يبحر به كل صباح مع رفاقه، وينشرون شباكهم على أكبر مساحة ممكنة وبعمق يصل إلى 500 متر وعلى بعد 3 أميال من الساحل، وينتظرون 4 ساعات قبل سحبها وفرز أنواع الأسماك وتوريدها للأسواق. نرمي الشباك عدة مرات يومياً لصيد الأسماك. يسمح لنا بالصيد بين 15 من سبتمبر إلى 15 من أبريل، وباقي العام نصطاد على عمق 6 أميال بالمياه الدولية بعد حصولنا على تصاريح خاصة. يصطاد جسور أشق ورفاقه نحو 0.25 طن من الأسماك يومياً، وهو واحد من بين 35,000 يعملون في مجال صيد الأسماك بمدينة موغلا. يرسل الصيد اليومي إلى ولاية إزمير المجاورة،
التي تعد مركزا رئيسيا لعرض معظم حصيلة الأسماك في الولايات المطلة على بحر إيجا، ومقرا تجاريا تعقد به العديد من الصفقات بين الصيادين والتجار. إلى جانب كونها ثانية أعلى الولايات التركية في الثروة السمكية بعد ولاية منطقة بحر إيجا هي الأكثر إنتاجاً للسمك بتركيا، حيث تحتل ولاية مولا المرتبة الأولى، تليها إزمير. نحن هنا بسوق إزمير الذي يعد الأكبر في تركيا، ينتج السوق 55 ألف طن من الأسماك سنوياً. وتسعى تركيا لزيادة حصيلتها من الأسماك بطرق عدة، منها الاستزراع السمكي. ارتفع إنتاج الأسماك في ولاية مولا في السنوات الأخيرة إلى 10 أضعاف، حيث تنتج ما يقرب من 65% من إجمالي إنتاج الثروة السمكية في تركيا، وسط زيادة الاستثمارات في مجال الإنتاج. تحتضن مولا أكثر من 80 مزرعة تضم 2000 حوض سمكي، لتتصدر قائمة الولايات المصدرة للأسماك وفق معايير عالمية لأحدث أساليب تربية الأسماك وتغذيتها. وتزخر الولاية بالعديد من الاستثمارات والمشاريع الخاصة بالأسماك، حتى باتت تعد ضمن الأكبر في أوروبا، وتتوزع صادراتها حول العالم. 3/4 صادراتنا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا، إلى جانب إنجلترا وأمريكا ودبي. وتعود صدارة مولا لاحتوائها على أكبر المصانع العاملة في مجال تصنيع الأسماك. وقد قارب إنتاجها 65% من إجمالي الأسماك التركية، ووصلت صادراتها إلى 70 دولة حول العالم. تنتج تركيا ما يقرب من 500 ألف طن من الأسماك سنوياً، ليجعلها ثاني أكبر منتج للأسماك في أوروبا، ويتوقع أن تتجاوز عائدة صادراتها 2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. محمد مجدي، TRT عربي، مولا. منذ أكثر من 4 عقود يعيش اللبنانيون وسط أزمات متعددة، منها أزمة الكهرباء. فإذا كنت تعيش هناك يجب أن تمتلك اشتراكين للتيار الكهربائي وأن تدفع فاتورتين، واحدة للحكومة والثانية لشركات خاصة تعوض غياب كهرباء الحكومة. تياران كهربائيان يضافان إلى التيارات السياسية الكثيرة التي أفرزت واقعا مؤلما كهذا. الزميل أحمد شلحة يطلعنا من بيروت على واقع الكهرباء هناك. ككل يوم تخفض شيراز ساعة اشتراك المولد الكهربائي، وترفع ساعة كهرباء الدولة، حالها حال غالبية اللبنانيين بعد أن أصبحت هذه الخطوة جزءا من حياتهم اليومية. يعني بال 24 ساعة يعني يدوب تجي 16 ساعة تقريبا، وبس تروح الكهرباء بتفصل عن البيت وبيطفي كل شيء، فبنضطر نحول نحن على الاشتراك. واللي بكون أنا مستعملته ومدورته، مثلاً إذا مدورة الغسالة حتى فيها تياب مثلاً بعد بدها فترة طويلة شي ساعة مثلاً لتخلص، بكون حطيتها على الكهرباء. فبس يجي الاشتراك بضطر أطفي الغسالة عشان أصحاب المولدات والاشتراكات ما عم يرحموا حدا. عجز الحكومات اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1975 عن حل أزمة الكهرباء وإيصالها للمواطنين على مدار الساعة وبأسعار بمقدورهم تحملها، أفسح المجال أمام أصحاب المولدات الخاصة لسد هذا الفراغ، حتى بات مردوده المالي عليهم يتجاوز ما تجنيه الدولة من هذا القطاع في أغلب الأحيان. وعلى مدى 2 عقدين من الزمن حقق أصحاب المولدات ثروات طائلة تحت غطاء حزبي أمن لهم الحماية اللازمة من رقابة الدولة وحتى مساءلتها.
تتعدد المبررات السياسية لأزمة الكهرباء في لبنان بين غطاء اقتصادي وآخر تقني، لتستمر معاناة المواطنين من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وسيطرة ما بات يعرف هنا بمافيا المولدات التي باتت جزءا من حياة اللبناني وأقساطه الشهرية. تعددت أسباب أزمة الكهرباء في لبنان، ولم تبادر السلطة منذ نهاية الحرب الأهلية قبل 30 عاماً ببناء معامل جديدة للطاقة لتستمر باعتمادها على مادة المازوت لتشغيل المعامل القائمة بتكلفة مرتفعة. مشكلة الكهرباء بلبنان بتتلخص بأربع كلمات: نقص بالإنتاج وزيادة بالكلفة. نقص بالإنتاج هو للانقطاع لمدة طويلة من الاستثمار بإنتاج الكهرباء وبناء المعامل، يعني آخر معامل بنيت بال94 ولم يبنى أي معامل أخرى حتى دشنا نحن بال2017 معملين جديد. زيادة بالكلفة، في زيادة بالكلفة، وهذا ناتج عن استعمال محروقات الخطأ. تم بناء معامل بتشتغل على الغاز بأوائل التسعينات وما أجا الغاز، واضطرينا نشغل على الجازويل يعني المازوت يلي هو محروقات كتير غالية. وعود متكررة من حكومات متعددة لمعالجة أزمة الكهرباء ذهبت أدراج الرياح وسط خلافات سياسية بين القوى المختلفة في إدارة ملف الكهرباء، شكلت العائق الأبرز على مدى 3 عقود من عمرها. هذه الأزمة تكلف وفق أحصائيات رسمية خزينة الدولة خسائر بنحو 2 مليار دولار سنوياً، مبلغ يكفي لإنشاء معملين للطاقة يوفران حاجة لبنان من الكهرباء. هذا قصة الكهرباء مثل قصة تبريق الزيت، إذا بيسلمونا إياها نحن لكتلة المستقبل نحن منخلصها بدون وقت، بأسرع وقت ممكن، وخلصنا بقى حاجة كل واحد فينا يعني يستهتر بالتاني. البلد أهم مني ومنك ومن كل الناس. بملف الكهرباء تحديداً، إذا ما هيدا الفريق السياسي أخذ حصته وهيدا الفريق السياسي أخذ حصته ما بيمشي الملف. نحن كتيار وطني حر منا بهذا الوارد نهائياً. نحن منعتبر أنه نحن بدنا نعمل دولة قانون، بدنا نعمل دولة مؤسسات. تداعيات الخلافات السياسية في إدارة الملف دفعت البعض للمطالبة بالاعتماد على البلديات في توفير الطاقة بدلاً من الحكومة. أنا بنظري قرار بلدي، يعني لأن نحن مفروض يكون عندنا لا مركزية بلبنان، فيعود القرار بنظري يجب أن يعود القرار إلى البلدية. شفنا تجربة ناجحة بزحلة بالزمانات. حلول باتت تصنف في خانة السهل الممتنع لأزمة الكهرباء في لبنان بسبب أبعادها السياسية، ليستمر المواطن اللبناني الذي أرهقته الأزمات المالية والسياسية المتعاقبة بتحمل تبعاتها المالية. هو لبنان إذن بين مطرقة الحكومات المتعاقبة على ملف الطاقة والكهرباء وسندان القوى السياسية التي أضحت تتحكم بمقدراته وحتى بساعات إنارة منازل مواطنيه، ضاربة بعرض الحائط فواتيره التي باتت تؤرقه بعد أن أنهكت خزينة الدولة هي الأخرى. أحمد شلحة، TRT عربي، بيروت. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء في قصص جديدة.